هل يجوز عمل عملية جراحية لإعادة غشاء البكارة للفتاة التي فقدت غشاء البكارة؟ هذا ما أدري عنه، مسألة أنها تعاد لها البكارة إذا لم يكن في هذا غش وتدليس، إذا لم يكن فيه غش وتدليس هي متزوجة مع زوج، فهذا ما نرى أنه ممنوع، لكن إذا لم تكن متزوجة تعيد البكارة من أجل أن تغش الخاطبين على أنها بكر وهي ليست كذلك، هذا لا يجوز، الغش لا يجوز، التدليس لا يجوز.